اكيد. طيب اللافت للنظر بالنسبه لك ممكن مباراه النهارده، ايه الرقم اللي انت شفته في مباراه الذهاب ممكن يكون فيه اضافه ايجابيه ويكون عامل جيد في مباراه النهارده؟ يعني اعتقد ان قفشه تحديدا على المستوى اللي قدمه هناك، وكان من افضل اللاعبين في الاهلي، سواء ان هو كان اكثر لاعب مرر الكوره، افضل لاعب ممرر للكوره، كانت نسبه الدقه بتاعته تجاوز ال 92%. قفشه كان له دور محوري سواء هجومي او دفاعي، لانه كمان كان بيرجع في وسط الملعب عشان يزيد من الكثافه العدديه اثناء الدفاع، يعني في مواجهه الهجوم المنافس. فبالتالي اعتقد ان قفشه ان هو كمان سجل الهدف وصنع الهدف، يعني ركله الجزاء اللي جه منها الهدف الثاني، اعتقد ان قفشه هيبقى له تاثير ايجابي وممتاز جدا في مباراه العوده ايضا. طيب سؤال اخير، من خلال متابعتك لفريق النادي الاهلي على مدار الموسم وبالتاكيد تحليلك الرقم يا دكتور عمرو بيكون عبر مجله النادي الاهلي، ايه الايجابيه او الشيء اللي انت شفته في اخر ثلاث مباريات بالمقارنه بالموسم منذ ان تولى مثلا ريني فايلر القياده الفنيه للاهلي بمقارنه اخر ثلاث مباريات مع بيتسو موسيماني؟ يمكن هتكلم شويه على الشق الدفاعي، لان احنا كنا بنعاني في بعض الفترات من منطقه قلب الدفاع او ورا الظهيرين، ورا هاني او معلول او وحيد ايا كان اللي بيلعب يعني، فدي كنا ساعات بنعاني منها شويه قدام بعض الفرق. ولكن مع موسيماني الوضع تغير تماما، بدليل ان المنافس اللي هو قوته كلها بتتمثل هجوميا، يعني اقصد في قلب الهجوم والجبهه اليمنى، ما قدرش يخترق المنطقتين دول تماما في الماتش في المباراه الاولانيه. بالعكس، بل خطورته جت في منطقه بسيطه جدا بين ياسر وبين هاني، وما كررتش اكتر من مرتين او ثلاثه في الشوط الاولاني وانتهت تمام بعد كده. فالتنظيم الدفاعي في عهد موسيماني رائع جدا، واعتقد ان شاء الله ان هو هيبقى يكون افضل كمان في الفترات القادمه. طيب لو عندك اي اضافه او كلمه اخيره. وانا حابب اقول يعني لو في حاله ان احنا اضطرينا نغير الظهير الايسر، لو صدق الكلام يعني بتاع معلول، اعتقد ان فتحي او وحيد مش هيبقى فيه فرق كبير قوي في المستوى. يمكن فتحي اقوى دفاعيا، ولكن على المستوى الهجومي وعلى مستوى العرضيات ودقتها وحيد افضل. فبالتالي ان احنا عندنا يعني بدائل متاحه ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله الفوز هيكون للاهلي ان شاء الله. دكتور عمرو عبيد بشكرك شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بتحليلك عبر مجلة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا.